لماذا ندرس التوحيد؟ ست توحيد رجل، لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على الخلق. توحيد رجل الحشوم حقوق التري الحاش. خلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى، نعبد الله ولا نعبد أحدا مع الله. الحشوم دغشي غزار أبده بجذنورة زري وقصة خد منشو. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة ميحن أم موحد فجاء. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا أي عبادة إلا بالتوحيد. الحشوم قبلي جنوم دتخدا عبادتري وخيم نمزيريخ نجيريخ توحيد فجاء توحيد ريم غصو. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ زقرق أو بسنجري خنو واو موحد. تقول نعم أنا موحد. جبنوش نطه ساس موحد. يقول لك ما هو التوحيد؟ إطانق أو بسنو ستة توحيد رزي إسر. إذا لا تعرف التوحيد فأنت غير موحد. توحيد رزي إسر ومجرمة أبشغ وموحد أم. ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ إطانق أو بسنجري خنو واو مشرك. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك أنا موحد. واجب أنوش هل لحمس شيخوما ساس مشرك أم ساس موحد. يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ أبشغ أقوى وبشنوش ستة الشرك رزي السر. إذا لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. الشرك رزي السر ومجرمة دجت أنوش أنت الشرك مخحان جاري خنو ومجرخو.